شغل جامد ده قوي. حقيقي. تحالف جديد بين الكتلة المصرية والأحزاب الليبرالية لمواجهة التيارات الدينية أو ما يسمى بالإسلام السياسي. هو تحالف اتأخر كتير قوي، يعني أوه. تحالف اتأخر كتير قوي، وانا شايف ان بدايته كانت من التحالف الديمقراطي اللي اتعمل ومشاركة حزب الوفد ليه اصلا. يعني مبادئ كلها مختلفة، مبادئ الليبرالي حزب الوفد اتفق مع التيارات الإسلامية وبعد كده خرج منه، فاتفتت الأصوات كلها. حزب الوفد عشان واخد 11 مقعد في أول مرحلة، ده طبعا بالنسبة لحزب الوفد دي حاجة قليلة، لكن لو كان تحالف مع القوى الليبرالية من الأول كان ممكن يقدروا يحققوا كتير. يعني الكتلة المصرية هي تحالف للقوى الليبرالية وهم عايزين كمان يتحالفوا مع باقي القوى الليبرالية الليبرالية واشتراكية كمان، يعني واشتراكية. وهي طبعا حزب التجمع يعني. طبعا فللأسف إن التحالف اتأخر كتير قوي وجه بعد فوات الأوان كمان. الديمقراطية كفر وإعلانات الكتلة ماسونية، ده كلام المرشحين بتوع حزب النور وده من المصري اليوم. هو كلام مرشحين يعني، لسه الناس ما كسبتش يعني، مرشحين شكلها كده المرشحين بتاعت المراحل اللي المراحل جاية. اللي جاية ولا احنا كنا بنسمع الجيزة حاجات من بعض السلفيين، الآراء متشددة، بس ما كناش عارفين ان هم مرشحين يعني، ما كانوش لا مش كلها. بس ما كناش عارفين، نبقى مرشحين وكسبوا فجأة. احنا مش واخدين بالنا. لكن لا طبعا ديمقراطية كفر ديت. طب شاركت ليه في الديمقراطية من الأساس وانت عارفين ان هي كفر يعني؟ طب شاركت ليه في العمل السياسي؟ ما دام العمل السياسي بيقوم في مصر في اي حته في العالم على الديمقراطيه والليبراليه والحاجات دي كلها، طب ايه اللي دفعكم هقول لك للمشاركه؟ انا، خليني برضه اخد وجهة نظرهم، انه ده الطريق الوحيد ان احنا نقدر يبقى لينا سلطة ولينا سلطة تشريعية، لو هي دي الطريقة الوحيدة ان احنا نبقى بنخلي الدولة تلتزم وتمشي على الصراط لا، المستقيم، يبقى هنعمل كده كجهاد يعني. ارضى بقواعد اللعبه الديمقراطيه، لازم نرضى بقواعد اللعبه الديمقراطيه، سواء جيت انتوا على السلطه او حد تاني جه. لكن هي في اي حته في العالم دلوقتي مفيش حاجه اسمها يعني حاجه غير الديمقراطيه اللي تقدر تعدينا من تسيطر على المشهد السياسي في اي دوله. اعلانات الكتله الماسونيه دي انا مش عارف هل هم عارفين الماسونيه دي هي ايه اصلا أصلا ولا لا، لكن اعلانات الكتله انا شايف ان هي عاديه خالص، كله بيقول لك هنصلح البلد هنشغل الناس، يعني انا هي بشوفها دعاية على سلبية بس علشان الناس اللي بتصدقهم تبطل أو ما تروحش تنتخب الكتلة المصرية يعني، بعتقد يعني. لو بيتكلموا على الدعايه ولا الاعلانات، الاعلانات نفسها كلها هنشغل ناس، هنصلح الامن، هنرجع كده يعني، مش ما شفتش فيها اي مش حاجه أي حاجة. تدل على ان فيها ماسونيه او حاجه دينيه او كده. هتكلم تاني عن دكتور كمال الجنزوري، واحنا عارفين طبعا المعتصمين قافلين شارع مجلس الشعب ومقررين او بيقولوا يعني ان هم مش هيدخلوا او لن يسمحوا لدكتور كمال الجنزوري ان هو يدخل المجلس، وفي كلام على ان دكتور جنزوري هيحاول يدخل المفروض بكره او بعده. فالمعتصمون في قدام المجلس اتقسموا بقى، نص قال مع ونص قال احنا مش عايزين. ايه بقى ده تفتكر؟ هي في مفاوضات مع كل فصيل لوحده، تعالى نقعد معاك انت مش عايز تدخله ليه؟ هو المفروض كان اعلن انه هيدخل يوم الخميس اللي هو امبارح. الامس يعني، فطبعا اتاجل الدخول اجراء مزيد من المفاوضات، لكن خلاص يعني القرار طلع ويعني هنرجع هنعمل ايه؟ طب خلاص الجنزوري مش هيجي، هل لسه هنشكل حكومه تاني ونقعد شهر كمان؟ وهي الموضوع مش مستاهل، الموضوع خلاص ناقص له شهرين ثلاثه، فاحنا لو دخلنا في مفاوضات تانية هتاخد الشهرين ثلاثه دول وهنمشي من غير لا حكومه ولا اي حاجه خالص، والمرحله الانتقاليه مش هتعدي بالشكل ده. بالشكل ده. استاذ احمد سامي متولي، احنا وقتنا خلص، ولو حضرتك عندك تعليق عايز تقوله على اخر خبرين ما قلناهمش مفيش مشكله، لو عندك على اي واحد فيهم عايز تتكلم عنه قبل ما نختم فقرتنا. لا خلاص، بحث عن انبوبه البوتاجاز دي ازمه كل سنه بدايه كل شتاء، وصلت ل 50 جنيه اليومين دول، وكان 50 بيوصل، و60 كان في جنيه النظام السابق كانت بتوصل، بس كانت بتتحل في خلال اسبوعين ثلاثه بعد ما ناس بتموت برضه، وبعد يعني كل الحاجات دي كانت، طبعا بس كانت مانشيتات حل بعد اسبوعين ثلاثه، وسمعنا ناس في التلفزيون بتقول يعني بتترحم على النظام السابق وتقول كانت بتتحل قبل كده ما كانش عندنا، لا كان في مشكله كانت موجوده، ودي مشكله كل فصل الشتاء بدايه فصل الشتاء، وان شاء الله الحكومه الجديده لازم تحط لها تعرف تحلها ضوابط سريعا. مع وزاره الداخليه والوزير، ان هو قال هيتابع الاسواق ووعد بدواء ما يبقاش فيه تسرب او كده، ولازم نشوف برضو نراجع الدعم مع مراجعه الدعم. صحيح. استاذ احمد سامي متولي الصحفي بالاهرام، شكرا جزيلا ونورتنا ونهار حضرتك سعيد. شكرا، ميرسي ميرسي يا ليك الله يا فندم. يخليك. لسه مكملين فقراتنا، تابعونا بعد الفاصل ونهارك سعيد.